السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومستمعين قناة الريان، صبحكم الله بخير الدنيا وما فيها من معاني جميلة نتواصل معاها بكل حب على هالصباح من استديو صباح رباح. في صباحنا معاكم اليوم بنتجول وبنطيب فالكم بأحلى صور الحية اللي تستظل سما قطر بمختلف أرجائها، وناستنا ومرحنا بيزيد وياكم وين ما تروحون، وايضا بتجمعنا الفائده والكلمه الطيبه معها طيبه، وحياكم الله. صبحكم الله بكل خير وعافيه مشاهدينا ومستمعينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في صباح جديد ومواضيع منوعه نقدمها لكم اليوم، ومن بينها مسابقه سياحيه نقدمها برعايه الهيئه العامه للسياحه. انتظروا الفقره والاسئله وبعدها بننتظر مشاركاتكم واجاباتكم وفالكم طيب ان شاء الله. بالاضافه بنتابع تفاصيل مهرجان صيف قطر وفعاليات المختلفه، وايضا لا تنسون مناديبنا بينقل لنا صورة الحدث من المواقع اللي هم متواجدين فيها، ونصبح عليهم بكل خير اخوي عبد الرحمن وحمد الفياض وزميلتنا دعاء. طبعا تعودنا احنا نشارك مشاهدينا بكل حاجه، انا بشاركهم باجابات الاسئله. لا او باجابات السؤال. لا ليش لا؟ خليهم اوكي حماس سؤال حماس؟ التثقيف اكثر ترى، يعني لو انا ابي ادور على سؤال اجابه سؤال ترى السؤال بينرسخ في بالي، الاجابه ايضا بتنرسخ في بالي، بتكون تثقيفيه طريقه ثانيه. يعني ان شاء الله يكون سهل ان شاء الله باذن الله. ويهمنا مثل ما يهمكم ايضا نتعرف مشاهدينا على علوم قطر من خلال مشاركتنا لكم لصحف اليوم اللي بيستعرضها لنا نديب بن عبد الرحمن المري. تفضل عبد الرحمن. شكرا يا حصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام في أول يوم من أيام العمل الرسمي بعد إجازة العيد. مثل ما تفضلت حصة في علوم قطر بإذن الله تعالى راح ننقلها لكم من الجرائد المحلية اللي تصدر اليوم جريدة الراية والوطن والشرق والعرب. احنا في فندق النجادة في اللوبي، طبعا راح نعرض عليكم أهم العناوين وأبرز العناوين اللي تم إصدارها اليوم في هذه الصحف، وأبرز عنوان أو أهم عنوان أو في العنوان الرئيسي في جريدة الراية نبدأ فيها في صفحة رقم 2 في المحليات، استقلال القضاء ركيزة للديمقراطية والحكم الرشيد، وذلك خلال مشاركته باجتماع إنشاء محكمة دستورية دولية. اعتبر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مشروع إنشاء محكمة دستورية دولية مشروعا جريئا ومبتكرا يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة النائب العام في الاجتماع الثالث لإنشاء محكمة دستورية دولية، افتتحه فخامة الرئيس محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية بمقر الأمم المتحدة بجنيف أمس. وفي المحليات الراية في صفحة رقم 4، الانتهاء من الجسر الحديدي لدوار العبيدي خلال شهرين، وذلك بتكلفة 36 مليون ريال وذلك بمسار واحد. هذا ما صرح به المهندس مشعل الدهنيم. الجسر يبدا من اول دوار الثمامه ويصب امام القومسيون الطبي، اول جسر حديدي في قطر ويخدم 80% من السيارات المتجهه للصناعيه. الجسر حل مؤقت للزحام لحين الانتهاء من تطوير الدائري الخامس. مشروع الدائري الخامس يغير معالم المنطقه بوجود انفاق وجسور. وفي المحليات الرايه في صفحه رقم 6، تقنية جديدة لإنقاص الوزن بدون جراحة، ممكن هذا الخبر يهم أغلب الناس أو اللي يعاني من السمنة للمرة الأولى في قطر ولحالات السمنة المتوسطة، دكتور عبد العظيم حسين. إجراء 20 حالة بالمستشفى الأهلي وصالحة لمن فوق ال 15 سنة. التقنية عبارة عن كبسولة تبتلع وتنتفخ أعلى المعدة وتبقى 3 أشهر. كشف الدكتور عبد العظيم حسين مدير المستشفى الأهلي عن اعتماد المستشفى تقنية جديدة غير جراحية لإنقاص الوزن بالنسبة لمرضى السمنة من ذوي الوزن المتوسط، موضحا أن هذه التقنية تتمثل في تطبيق أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال. ممكن اللي حاب يشوف هذا الخبر في جريدة الراية في صفحة رقم 6 في المحليات. وفي المحليات أيضا في الراية في صفحة رقم 8، 1500 طالب وطالبة بالثانوية يؤدون اختبارات الدور الثاني اليوم، ذلك في 23 مركز بمختلف مناطق الدولة. النعمة لجريدة الراية، اتخذنا كافة الإجراءات لتهيئة الأجواء لسير الاختبارات، وإحنا بدورنا نقولهم إن شاء الله عسى الله يوفقهم وينجحون بإذن الله تعالى في هذه الاختبارات. الحين مشاهدينا إلى جريدة الشرق وفي صفحة رقم 3،
في المحليات. قطر تتصدر دول التعاون في نصيب الفرد من الناتج المحلي، وذلك بما يعادل 3 أضعاف المتوسط لدول المجلس. وفي الشرق أيضا، نسائي عيد الخيرية يعلن عن بدء تسجيل في مركز الكوكبة الصيفي بالدفنة والوكرة، ويضم مختلف الشرائح النسائية معرفية دورات مهارية وتطويرية مميزة وورش عمل تدريبية ورحلات ومعسكرات ترفيهية. أعلن الفرع النسائي بعيد الخيرية عن بدء التسجيل في مركز الكوكبة الصيفي في نسخته 12 على التوالي، وذلك في مقر الأفرع النسائية في الدفنة والوكرة بعد أن أكمل المركز استعداداته المكثفة لاستقبال جميع الفئات العمرية النسائية. وفي الشرق في صفحة رقم 7، في المحليات، إنشاء ملاعب الفرجان بدائرة الريان الجديد أكتوبر المقبل. اللجنة الأولمبية القطرية انتهت من أعمال التصميم، هذا ما صرح به السيد محمد بن محمود الشافي عضو المجلس البلدي عن المركزي عن الدائرة 18 الريان الجديد. وفي الشرق أيضا في صفحة رقم 3، في المحليات، 50 صورة للوضع المأساوي بغزة أولى فعاليات مهرجان كتارا التضامني، وذلك ضمن معرض غزة الأمل للفنان الفلسطيني علي نور الدين الخليفي. المعرض يحتفي بأطفال غزة الذين يواجهون المعاناة بابتسامة الحياة. وحينتقل وياكم إلى جريدة الوطن، مجموعة أريد تطلق خدمات مالية توفر لعملائها تحويل أموال إلى سريلانكا، التحويل إلى 28 بنكاً أو استلامها نقداً من 1500 وكيل. أعلنت خدمات أريد المالية بأنه يمكن لعملائها الآن إرسال أموال مباشرة إلى حسابات بنكية في 28 بنكاً مختلفاً في سريلانكا من خلال هواتفهم الجوالة بفضل اتفاقية تم إبرامها مع موني جرام. وفي الوطن أيضا في صفحة رقم 9، غاليري المرخية يطلق الجزء الثاني من مجموعة الصيف، مختارات تكشف التنوع في اتجاهات التشكيل العربي. افتتح مساء أمس بغاليري المرخية في سوق واقف الجزء الثاني من معرض مجموعة الصيف، ضم المعرض الذي يستمر حتى 29 أغسطس المقبل أعمال فنانين من مختلف مدارس التشكيل في الوطن العربي من دولة قطر، الفنانة منار مفتاح وسلمان المالك، وفي أكثر من عدد من الفنانين الموجودين من دول الخليج العربي وأيضا دول من دول الوطن العربي. وفي الوطن الاقتصادي في صفحة رقم 3، تقدم في تحقيق أهداف استراتيجية 2011-2016، توسعة الصناعات والخدمات بمزايا تنافسية أهم خطط قطر، هذا ما صرح به سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط والتنموي والإحصاء. وفي الوطن في صفحة رقم 5 في المتابعات، قطر عضو في مجلس أمناء الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، وذلك خلال مشاركة وفد الجمعية في المؤتمر العام بتايلاند. وفي جريدة العرب، الكشف المبكر يساهم بشفاء السرطان بنسب مرتفعة، هذا ما صرحت به الدكتورة نورة الحمادي مدير قسم العلاج الإشعاعي للأورام بالمركز الوطني للإعلاج وأبحاث السرطان، كان لها في حوار مع جريدة العرب. وفي جريدة العرب في صفحة رقم 8، تكريم 12 فائزا بمسابقة الشيخ عيد للعلوم الشرعية، شارك فيها 35 طالبة. وفي جريدة العرب في صفحة رقم 3، كلية الشرطة مصنع جديد لحماة الوطن، العرب تنشر الخطة الدراسية للعام الحالي. تعد كلية الشرطة التي تستقبل أولى دفعاتها قريبا صرحا جديدا من صروح الوطن الأمنية وأحد مصانع جديدة لحماة الوطن، وإضافة كبرى ليس لدولة قطر وحسب وإنما في محيطها العربي والخليجي. وفي آخر خبر في جريدة العرب الاقتصادي في صفحة رقم 2 في المحليات، مهرجان الصيف يدش مرحلة جديدة من الاهتمام بالسياحة، يستمر حتى نهاية سبتمبر القادم. انطلقت أمس فعاليات مهرجان صيف قطر 2014 حيث شهدت أرض المعارض إقامة مدينة المرح التي تضم العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال.
هذا آخر خبر كان عندنا، ونحب نذكركم أن كاميرا قناة الريان موجودة في هذه الفعاليات بشكل مستمر بإذن الله تعالى على برنامج تراحيف الوكرة وسوق واقف وأرض المعارض وكتارة وأيضا الخور، وهذه الأماكن اللي موجودة فيها الفعاليات، وأيضا في كورنيش الدوحة بإذن الله تعالى حسب الجدول اللي تم إعلان عنه في الهيئة العامة للسياحة اللي تم إعلان عنه أمس وأول أمس. هذا اللي كان عندنا في فندق النجادة، أبرز العناوين الرئيسية اللي كانت في الجرائد اليوم. نرجع لأخواتي في استديو صباح روح. شكرا لك أخوي عبد الرحمن، ويعني بالفعل مهرجان صيف قطر كان يعني متنوع، وأمس التغطيات شفتها أنا شخصيا صراحة كانت بداية بعين المشاهد جدا جميلة. اي نعم، بعين المشاهد شفتها في على ترحيب جدا يعني كانت جميلة، حبيت النوافير بطريقة يعني جدا حلوة، وأيضا مثل ما يعني زميلتنا دعاء أمس يعني في الصباح رباح بعيونها شفنا اللي هي أرض المعارض. أيوة. بنفس الطريقة يعني كانت أمس حية مع زميلنا حمد الفياض، وتوار يعني بادي الإقبال يزيد يعني من الجمهور من الأطفال مختلف أعمارهم. الحلو أن الهيئة العامة للسياحة سوت يعني خلت المهرجان يشمل كل المناطق ترى. صحيح. إنزين المناطق حتى البعيدة بنتكلم بعدين فيها بحلقتنا. ما إحنا اليوم بنتجول يعني في كل أرجاء الدوحة مثل ما قلنا. أكيد. إن شاء الله إذا عندنا تقرير مثل ما شفنا. طبعا اهتمام الصحف بتفاصيل فعاليات وأنشطة مهرجان صيف قطر، أيضا كاميرا الريان ارصدت لنا واهتمت بتفاصيل هذا الافتتاح بالصوت والصورة، نشوفها في التقرير مع بعض. هنا مركز الدوحة للمعارض، قسم كبير من المكان خصص لألعاب الأطفال والنشاطات الترفيهية كبيت الثلج والتزلج على الجليد في جو مرح للأطفال وعائلاتهم. للمطاعم والمقاهي مكانها أيضاً، إذ خصصت محلات وفق ديكور تراثي كنموذج مصغر للحي الثقافي كتارة بمطاعمه ومقاهيه. على مدى نحو شهرين سيكون مركز الدوحة للمعارض فضاءً مفتوحاً للعديد من المغامرات والنشاطات الثقافية والترفيهية. مشاهدينا طبعا شفنا معكم ولا رحنا جولة وياكم حق مهرجان قطر صيف قطر، ومن بين هالأنشطة السياحية اللي تختص بها قناة الريان مسابقة سياحية يوميا قدمها لكم ضمن فقرات برنامجكم الصباح رباح برعاية الهيئة العامة للسياحة. تفاصيل المسابقة نتعرف عليها الحين مع ندوتنا دعاء الفياض من فندق شارق، والكلمة عندك دعاء. صباحكم الله بالخير زميلاتي، وصباحكم الله بالخير مشاهدينا. فعلا تفاصيل المسابقة عندي بس مو قايلتها الحين، بقولها بعد شوي. اليوم طبعا مثل ما وعدتكم بالأمس ان انا بكون معاكم في اكثر من موقع في قطر من المواقع السياحية نعرفكم عليها في حالة حبيتوا تضيفونها الى المواقع اللي بتزورونها ان شاء الله وتعرفون عليها اكثر، وهي كلها طبعا مناسبة مهرجان صيف قطر 2014، والمسابقة كذلك بهذه المناسبة، والمسابقة تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة مثل ما قلتي عزيزتي نور. اليوم اخترت لكم فندق ومنتجع شرق اعرفكم عليه اكثر واكثر، ونتكلم عن هاي المكان اللي يتميز بطابع شرقي عربي فخم يمزج بين هذه التصاميم الشرقية وبين الفخامة وبين الأناقة والحداثة. يعني في هاي الفندق الواحد ممكن هو يستجم يستمتع يقضي أحلى الوقت مع أسرته. خلونا يعني أكلمكم عن الخدمات المتنوعة هني، عندنا حمام السباحة، عندنا شاطئ البحر، عندنا السبا، بالإضافة إلى المطاعم المتنوعة. قناة الريان قامت بإعداد تقرير تفصيلي عن فندق منتجع شرق ومقابلة مع مديره العام. خلونا نشوف هاي التقرير ونرجع لكم. موسيقى
Shark Village and Spa was built in 2007. It was awarded already in the opening year in 2007 as with the best hotel design, best hotel architecture, and since then we won the reward twice. As you can see in the hotel, it's we say we experience the past today, and the historical part of the hotel is really that many years ago it was a souk here in this place, where the fisherman, pearl diver, and the architect wanted to put the same idea to keep the history, to keep the Qatari tradition in this place. This was actually the idea of the architect. If you look at the colors, they are sand colors, warm colors, that has a relation to the country and to the environment that we live in. If you look at the decorations of the hotel, it is hand-picked and very carefully selected to combine the tradition of the country and the items that are used in the country and produced in the country to have it represented here in our hotel. We have 174 rooms in the hotel, and they are divided into 14 villas. So each villa consists between 12 and 14 rooms or room units and suites. So it is, you know, it's like your home. It's like, you know, you don't enter a big hotel, you enter your own unit, and you feel immediately when you enter, you feel at home. Create your home far away from home, because we have a lot of international travelers, and I know how it is to be away from your family and to travel a lot. So it is really, once you enter the hotel, you want to really feel at home and well taken care of, and this is what we do here with all our ladies and gentlemen. At Shark Village and Spa, the beach, we have 330 meter beach front, which is, you have an incredible view to the Corniche, across the water, and to our sister property, the Ritz-Carlton Doha. It's really an amazing sight. We also have the Aldana restaurant, which has an open outdoor deck, and where you can sit in the evening and really relax and really enjoy the sundowner. مثل ما شفنا في التقرير طبعا بالفعل فندق شرق من الفنادق اللي ندعوكم لزيارتها، هي من أفضل الأماكن للاستجمام وقضاء وقت رائع مع العائلة. وصلنا الحين معكم إلى القسم الأكثر إثارة وتشويق، وقسم اللي بيخلي صيفنا كله خلينا نقول حماس. سؤالنا لليوم، واليوم بنطرح عليكم أول سؤال، والسؤال هذي بيكون برعاية الهيئة العامة للسياحة، وبيكون هناك في العديد من الجوائز القيمة. السؤال يقول، ركزوا معي، تتألف فنادق سوق واقف من فنادق يتراوح عدد غرفها ما بين غرفتين و37 غرفة، تتميز بالتصاميم المعاصرة وجو بعبق التاريخ والأصالة، اذكروا أسماء خمس فنادق منها، أسماء خمس فنادق من فنادق سوق واقف. بعيد السؤال للمرة الثانية، عندنا فنادق سوق واقف تتراوح عدد غرفها ما بين 2 و 37 غرفة، هذه الفنادق طبعا تتميز بأجواء من الأصالة والتراث والفخامة، طبعا ما ننسى الفخامة.
نبي منكم أسماء 5 فنادق من هذه الفنادق. خلينا نقول لكم اللي حاب يشارك شلون يرسل لنا. طبعاً اللي حاب يشارك في المسابقة يرجى كتابة هاشتاج مهرجان أندرسكور صيف أندرسكور قطر أو هاشتاج QSF 2014 2014 2014. طبعاً على العناوين الفيسبوك قطر سمر فيستيفال، لتويتر كيو سمر فيستيفال، الانستغرام كيو سمر فيستيفال. عندنا شروط لهذه المسابقة، أعيد لكم العناوين. أعيد العناوين، عندنا على الفيسبوك قطر سمر فيستيفال، عندنا على التويتر كيو سمر فيستيفال، على الانستغرام كيو سمر فيستيفال. شروط الاشتراك وهي الأهم، طبعا لازم تسوون فولو لموقع الهيئة العامة للسياحة عشان تقدرون أن تشاركون في المسابقة على العناوين اللي ذكرناها من شوي. عمر المشترك لازم يكون أكثر من 18 سنة. لازم نحط علامة اللي هي الهاشتاج قبل مهرجان، كلمة مهرجان أندرسكور صيف أندرسكور قطر، لازم نحط الهاشتاج قبلها أو نحط الهاشتاج قبل QSF 2014. يعني إذا كنتوا بتكتبون هاي العنوان أو هاي العنوان لازم تحطون الهاشتاج، مهم جدا. الجواب بينعرض اليوم الساعة 10 المساء مع اسم الفائز، يعني يوميا الساعة 10 المساء بيكون في عرض للجواب الصحيح مع اسم الفائز على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة العامة للسياحة. أتمنى لكم كل التوفيق مشاهدينا، وأتمنى طبعاً اللي مثلاً ما لحق يعرف إجابة اليوم يسمع سؤال باكر عشان يجاوبوا. كذا كل يوم بنكون معكم بسؤال جديد تشاركون معنا فيه، وإن شاء الله تكونون من الفائزين. هذه كانت فقرتنا أو جولتنا السياحية اليوم، بكرة إن شاء الله بنلقاكم في موقع سياحي آخر.